أشكو إلى الله الكروب. تسعر في حالة الشكوى إلى الله، تؤدب وأنت تشكو الله، وحتى تكون الشكوى أقرب لأن تجاب ثم الطرائق، منها تقديم صدقة قبل الشكوى. تقديم صدقة قبل الشكوى، تأدبا مع الله، تحسن للخلق رجاء الإحسان إلى أن أحسنك الله، أحسن إليك الله. تحاول أن تكون لوحدك وأنت تشكو الله، وتحاول أن لا تخبر أحدا أنك ستذهب تشكو إلى الله، أن لا تخبر أحدا أنك ستذهب تشكو إلى الله. تحاول أن يكون هذا بعد كثرة ذكر حتى ينكسر القلب أكثر، تحاول أن تتوخى اسم الله الأعظم وإن كان لا يعرف تحديدا، لكن مثلا قال كثير من العلماء الحي القيوم، أو أن تقول الحي حين لا حي، أو الحي لا إله إلا هو، هذا منصوص عليه في غافل، أو الواحد الله الواحد القهار، هذا الذي أرجحه، الرحمن الرحيم، هذا جاء في البقرة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. المهم تأتي بأسماء الله الحسنى التي تناسب الحال، تلح على الله بالترديد، يكون الصوت خفي تسمع به نفسك، والحالة الوضع يعني إن كان في صلاة تكون في السجود، وإن كان في غير صلاة ترفع يديك مستقبلا القبلة، ثم تقول نجواك، تقول شكواك، أدرج في الدعاء أيا كان المطلوب استغفار يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكن على يقين بأنك فوضت أمرك إلى الله، ولا ترجو مطلبا بعينه أن يقع، إنك لا تدري أين الخير، لكنك تفزع إلى الله في أن يرفع عنك هذا الضر، يعني ما يقول شكوى غالبا يكون رفع ضر، لأن هي كانت في رضي الله عنها كانت في بلاء فرفعه الله، هذا غالب. مثل هذا جملة يوفق الله جل وعلا من شاء ويرجع،